كلام في الممنوع، هكذا سيلخص البعض هذه الحلقة من كلمة حق. سيرموننا بالتهم ويقولون أننا نحرض على الرذيلة. فمن لا يفقه شيئا عن التربية الجنسية والجنس بشكل عام يتلطى خلف عبارات التجريم والتحريم. لماذا؟ لأنهم من دون تعميم جبناء، يفضلون تغذية المكبوتات وحقن الرغبات إلى درجة قمعها، ولا بأس إن انفجرت يوماً في جسد طفل أو طفلة مثلاً أو امرأة، لأنهم من دون تعميم جبناء، يعادون الحب، يخنقون المشاعر ويقضون على هرمونات السعادة، يريدون حظر الحديث عن الجنس إلى الأبد عوضاً عن حظر القتل والتدمير والتعنيف والإرهاب، لأنهم، أكرر، جبناء، يخافون رؤية الدم رغم أنه يجري في عروقهم، ويخافون التوعية على الجنس رغم أن غريزته تولد وتعيش وتكبر فيهم وفينا كجزء لا يتجزأ من الطبيعة الإنسانية. التربية الجنسية ليست خطأً ولا ترفاً بالتأكيد، بل أصبحت حاجة ماسة إن كنا فعلاً طامحين إلى أجيال أكثر وعياً ونضجاً ومجتمعات أقل مرضاً وتخلفاً.